السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيل. اليوم الحصه تاعنا وين نتكلموا على الزياش، وين طائره خاصه تقيل زياش لتركيا، والجماهير غلطة سراي تحتجج لاستقباله، يعني استقبال كبير لنجم كبير، نجم وصل يعني نصف نهائي، يعني والنجم وصل نصف نهائي بعد ما ارادت يعني بعض اشبه الاعلام يعني العربي يعني وين تشويه صوره اللعاب يعني بالاشاعات بالاصابات اللي يتمنوا فانيك اللعاب تاعنا كيسموه نبيل بن طالب يعني يفوت فانيك يفوت المحنه اللي راه فيه تاع الفحص الطبي من الاتحاد الفرنسي، رجعوا ما يلعبوهالوش برك هذا مكان. وين وصل فجر يوم السبت النجم المغربي حكيم زياش متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي إلى مدينة إسطنبول التركية لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي غلطة سراي التركي. يعني غلطة سراي يعني فريق منتخب كبير كان يلعب فيها بالهندا، لعب فيها فيغولي، لعبوا فيها جزائري عرب يعني ونجحوا مش كيما تشيلسي ما تنجح. تشيلسي شوف التجربة تاع محمد صلاح، وشوف تجربة تاع زياش يعني جاي من اياكس، يعني جاي من اياكس عرفت شو كيفاش، واش صرالو مشاكل مع الناس يعني مع المدربين جانا كيفاش مع الانصار، يعني وين ما يبغوش ما نعرف والله ما فهمنا كاع. وين حسب وسائل الاعلام التركية وين وصل زياش صاحب 30 عام المطار أتروك على متن طائرة خاصة، وكان في استقبال الكثير من مشجعين غلطة سراي الذين احتشدوا لاستقباله وإبداء يعني ترحيبهم بقدومه. ومن المتوقع أن يخضع اللاعب المغربي الدولي للفحص الطبي مع النادي التركي اليوم قبل إعلان الرسمي عن الصفقة. وبات غلطة سراي مطالب الآن بالتواصل الاتفاق مع تشيلسي بشأن الرسوم المالية لانتقال النجم المغربي، مع وجود رغبة يعني متبادلة بين جميع الأطراف المعنية لنادي واللاعب في حسم الصفقة. وانضم زياش إلى تشيلسي صيف 2020 قادم من أياكس أمستردام الهولندي، ولعب يعني 107 مباريات خاضها بقميص البلوز. تمكن الدولي المغربي من تسجيل 14 هدف وتقديم 13 تمريرة حاسمة استناد إلى بيانات الموقع ترانسفير ماركت العالمية. ويمتد العقد النجم المغربي مع تشيلسي حتى 30 جوان 2025، وتقدر قيمته السوقية للعاب ب 16 مليون يورو وفق لترانسفير ماركت. لعاب زياش لعاب كبير، زياش الناس يقول لك زياش ما زياش، زياش حاجة كبيرة أخويا. أنا أقول لك لعاب هو لعاب كبير، زياش الناس يعني الهدف اللي سجله أمام كندا يسجله إلا الكبار. رد الريفلكس تاع اللعاب كيفاش؟ انا نقول لك زياش في اياكس حاجه كبيره صاحبي. انا نقول لكم وين هاي لوين، وين هنايا، وين هادي قبل هادي وين تا يعني في تيام، وين هاي صحابي اقترب النجم المغربي حكيم زياش من انضمام الى نادي غلطة سراي التركي قادما من تشيلسي الانجليزي خلال يعني فتره الانتقاليات الصيفيه الحاليه. ووفق لما اورده الموقع الالكتروني لشبكه سكاي سبورت البريطانيه يوم الخميس، فان زياش اكمل الفحوصات الطبيه اللازمه تمهيد لاتمام الصفقه الانتقال للمحتمل الى بطل الدور التركي. وكانت تقارير صحيفه افادت امس الاربعاء يوم الاربعاء بفشل يعني زياش في اجتياز فحوص طبي قبل ان تؤكد سكاي سبورت اكمال اللعاب فحوصات المطلوبه. وبات غلطة سراي مطالب الان بالتواصل للاتفاق مع تشيلسي حول الرسوم الماليه لانتقال زياش، مع وجود رغبه متبادله بين جميع الاطراف المعنيه في حسم الصفقة حسب ما أفاده بشبكة الشبكة البريطانية. هذه هي حنا دروك كي تبقاو نشوفوا اللعاب
لعب هذا يعني وين المنتخب يعني اللاعب المنتخب المغربي يعني انا ما نكذبش عليكم انا زياش نبغيه زياش حاجه كبيره زياش يعني بزاف يقول لك من بصح يعني زياش يبقى لعاب قيمه كبيره في افريقيا لعاب قيمه وين تحصل على تشامبيونز ليغ زياش تحصل على تشامبيونز ليغ مع تشيلسي خاطش انا واحد مي قلت لهم التاليه هذه بالك نهار الخميس قلت لهم بلي ودي زياش دار تشامبيونز ليغ واحد شفتهم كومونتي لي بصح والله ما بغيت نرد عليه بصح انا نبغي نرد كيما هكا نبغي نرد كيما هكا قال لي ما تنساش بلي ما لعبش دقيقه في الفينال بصح انا دروك نرد هكا بالصوره والصوت انا ماشي من دوك الناس لي يدخل بكونت واحد اخر يكومونتي عاين ولا منا ومن بعد نخرج نلعبها لا انا نهضر لك ديريكت هكا هضره كيما هكا مليحه رياض محرز كاع نبغوه جزائري وكاع نبغوه بصح رياض محرز فالك ما لعبش ثانيه ما لعبهاش راك تشوف كيفاش لازم كي تجي عندي انا بغيت تهضر راك تهضر مع التاريخ انا عندي الارشيف خويا في راسي كاين الارشيف وعندي وعندي ردة الفعل بالخف نرد عليك مكاش مشكل انا كي شفت كيما كاتب لي بالخف فكرت حاجه بالخف فكرت حاجه بلي يا ولدي جماعه راكم غالطين نقول لك على غلط راك غلط خاطش علاه كي تجي تقول لي بلي زياش بلعبش ثانيه يعني ما حدش فيك ما لعبش ما لعبش شفتو ما نلقاوش نحضروا ياه نسكتو خير في بعض الاحيان السكوت يعني يكون رحمه على الجميع هذا السكوت خير شو بير يادرا قويري يا ودي قويري صايك قويري والله لا صايك قويري لا كاش هو ما عيطلاش قويري لا كاش هو ما عيطلاش قويري صايك خويا هي ويلي سي بون هادي هي خويا على هذيك نقولوا بلي حنا اليوم وين مين نشوفوا هاد الامور امور هادو ما انت مش كيفاش انت يا خويا عاد انت مش كيفاش هاي الامور هادو كيما يقول لك بزاف صوالح على ذلك نقولوا بلي اليوم وين المنتخب وين تشوف كيفاش كيسمو يا ربي تشوف كيفاش زياش يعني وين حاولوا بكل طرق حاولوا بكل طرق يعني افساد انتقاله يعني بغاو يحرقوه هما اللي كاينه هما تعلموا هاد العبسه هادي هاد العبسه كاع الناس تعلمتها انا تعلمت هاد العبسه تعلموها يعني باش يحرقوا الجوار يدوه باقل يعني يدوه بدراهم يعني ما تكونش يدوه ما تصورش في راسك هذه هي خويا علي نقولوا بلي زياش اليوم وين الحمد لله يا ربي راح ونتمنى انا نقول لكم ونعاود زياش كي يشوفه نتمنى له كاس افريقيا حتى لعاب وين شو اللعاب نضربوا به المثل وين ضحى من اجل الوطن تاعو ما ننساوش ضحى من اجل الوطن تاعو ضحى يعني من يعني بالشباب تاعو والتحق صغير هو اشرف حكيمي هذا اللعابه يعني وين كان لهم يعني شرف يعني انضمام يعني لبلادهم وهما صغار هذه كان لهم شرف وين انضموا لبلادهم وهما صغار هذه هي المهم كرة القدم واعره كرة القدم واعره باش تعرف كيفاش الناس الدور والدوطر والله لا واعره شويه ماشي سهل اخويا هذه يا معد كل شيء يجي في وقته ان شاء الله
يا اخويا كل شيء يجي في وقتها، كيف تعرف كان تاع وقت داير. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ديما معكم بجديد. بيمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا رب.